بعد تصدرها ترند جوجل، فستان قشر السمك وحفل الساحل. 4 إطلالات جريئة لان روبي في عيد ميلادها 41 في عيد ميلادها. إطلالات تبرز جمال روبي شاهدة بعد احتفالها بعيد ميلادها 41. روبي تتصدر محرك البحث جوجل. تعرف على الاسم الحقيقي للفنانة روبي. تصدرت الفنانة روبي محرك البحث جوجل بعد حلول عيد ميلادها أمس وإتمامها عمر 41 عاماً. بداية روبي في عالم الفن، ولدت رانيا حسين الاسم الحقيقي للفنانة روبي في يوم 8 من أكتوبر عام 1981. عملت في مجال الإعلانات في عمر 16 عاما لتنفق على دراستها في المرحلة الثانوية، حيث اختارها مغني بولندي كموديل في أغنية لا تجعلني أبكي، مما لفتت الأنظار حولها بسبب ملامحها الشرقية القوية، وفتحت لها الأبواب بعد حصولها على أول دور لها في السينما المصرية في فيلم ثقافي عام 2000 بطولة أحمد رزق وأحمد عيد، حيث ظهر اسمها في التترات باسم رانيا حسين، ثم يختارها المخرج العالمي يوسف شاهين للمشاركة في فيلم سكوت هنصور عام 2001 مع النجمة لطيفة وأحمد وفيق، وهو الذي اختار لها اسم روبي، اسم فني جديد. روبي تثير جدل حولها. أثارت الفنانة روبي الجدل حولها بعد ظهور في أول كليب غنائي لها بعنوان انت عارف لي عام 2003، ثم كليب لي بداري كدة عام 2004، ثم تتوج نجاحها مع أول بطولة سينمائية مطلقة لها مع الفنان يوسف الشريف في فيلم 7 ورقات كوتشينة، حيث شاركت في الفيلم بعدة أغاني منها أنا عمري ما استنيت حد، كل أنا أقوله كل هذا بفضل المخرج شريف صبري الذي حقق لها الانتشار السريع والنجومية من أقصر الأبواب. كما شاركت روبي في أفلام أخرى منها الوعد والكنز وعيار ناري ويوم مالوتش لزمة والحفلة وليلة البيبي دول والحرامي والعبيط والشوق. ألبومات غنائية. كما أطلقت روبي 4 ألبومات غنائية منها ابقى قبلني، مشيت ورحساسي، فينا حبيبي، حتة تانية، وطرحت العديد من الأغنيات المنفردة أبرزها قلبي بلاستيك، واحدة جديدة يا لرموش، نمت نينة. أبرز المسلسلات. كما حققت روبي نجاح كبير في الدراما المصرية وشاركت في عدة مسلسلات منها سجن النساء دون ذكر أسماء، شقة 6، أهو ده اللي صار، رمضان كريم، رانيا وسكينة. أعمال جديدة. تعيش روبي حالة من النشاط الفني ما بين الدراما والسينما، خاصة بعد شعالها حفلات الصيف في الساحل الشمالي ونجاح أغنية نمت نينة. جدير بالذكر، تشارك روبي في فيلم شلبي المقرر عرضه قريبا في دور العرض السينمائي. الفيلم بطولة كل من كريم محمود، عبد العزيز، روبا، بيوما فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف مصطفى حمدة وإخراج بيتر ميما. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدا اجتماع، مع وجود قصة حب تجمع كريم محمود، عبد العزيز، وروبي.
على جانب أخر، تعاقدت الفنانة روبي على مسلسل حضرة العمدة تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، حيث يناقش المسلسل قضية المرأة في المجتمع من خلال تولي سيدة شابة منصب عمدة قريتها لتواجه كل تحديات الواقع. مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي وإدوارد ومحمود حافظ، إخراج عادل أديب، إنتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. الجدير بالذكر أن مسلسل حضرة العمدة يسجل التعاون الرابع بين روبي ومحمود حافظ، خاصة أنه شارك من قبل معها في مسلسل دون ذكر أسماء ومسلسل رانيا وسكينة.